ما به قوة هذه الأمم الأوروبية والأمريكية هي العلم وهي الديمقراطية. لا بد لنا من أن نستيقظ وأن نعتبر أن سبب قوة هؤلاء ليس شيئا آخر غير هاتين القيمتين العقلانية العلمية والحرية والديمقراطية. أين نحن اليوم بناء على ما أظهرته هذه الجائحة من السعي نحو الحرية ونحو العلم؟ نحن في الحقيقة أبعد ما نكون حتى عن قبول هذه الفكرة بصرف النظر عن الأخذ في إنجازها ولو يسيرا يسيرا. نحن ما زلنا نعتقد أن ما به قوتنا وراءنا، وأن ما به إنشأنا سيادتنا في تاريخنا المجيد، ولم نستفق بعد إلى أن لا مستقبل لنا دون أن نكتسب ما به قوة الأمم اليوم، وهو العلم في أرقى تجلياته العقلانية، والديمقراطية باعتبارها التعبير الاجتماعي لفكرة الحرية. نحن ما زلنا نرفض فكرة الحرية، نخاف فكرة الحرية. لماذا؟ ونحن ما زلنا نرفض إنشأنا العقلانية العلمية. لماذا؟ والله لماذا؟ لأننا خليني نقول ربما بشيء من ال لأننا أولا عشنا على نوع من الانتهازية الحضرية نسميها كيا، يعني العربي يقبل اليوم على أن يتداوى بأحدث النظريات الطبية وأحدث التقنيات الطبية، ولكنه يرفض أن يقبل العقلانية البيولوجية وخاصة نظرية داروين التي لها دخل كبير في جميع اكتشافاتنا الطبية. هذا شيء. الشيء الثاني الذي لابد لنا من اعتباره أننا ما زلنا نعتبر الحرية، يعني لا أكاد أقول ترفقت، وإنما هي مرادفة للفوضى. أننا لم نقبل بعد بشكل بأي شكل من الأشكال على إعادة النظر في تاريخنا أولا، بل إننا ما زلنا نجتر خرافات وأساطير باعتبارها تاريخا لنا. اثنين، أننا لم نجرى حتى اليوم على مقارنة تاريخنا بتاريخ حضارات أخرى. لم نقبل بعد أن نطرح الإشكال السياسي خارج الإطار الديني، خارج العقيدة الدينية، وبالتالي أن نحمل الإنسان مسؤوليته كاملة في تنظيم شؤونه. أننا نتجه إلى أطبائنا وعلمائنا لتخفيف مصائبنا، ولا نتجه إلى أئمتنا ولا إلى علماء الدين، لأنه لا شأن لهم البتة. هؤلاء ينبغي أن يفهموا مثلا أنه ليس يوجد شيء اسمه الطب النبوي، ينبغي أن نفهم هذا. الرسول العربي لم يكن طبيبا، هو ربما طبيب الروح، طبيب أخلاقي، ولكن طبيب الجسد هو الطبيب كان أبيقراطس أمس، واليوم هو في العصر الوسيط ابن سينا، واليوم هم أطباؤنا الذين تخرجوا من كلية الطب.